معنا مشاركة. ألو ألو. أيوة ممكن أشارك؟ أكيد. مين معنا؟ أمال أسعد مصطفى. أمل ولا أمال؟ أمال. أمال أسعد مصطفى. من وين تكلمينا يا أمال؟ من قطر. تفضل يا أمال. ألياف الصوف، نحصل على ألياف الصوف من جزة الصوف الخرفان والحملان أو من شعر ماعز المنغورة أو الكشمير، ويمكن أن يتضمن ما يسمى ألياف خاصة فريدة. الخواص تأتي من شعر الجمل والإلبكة واللام والفوكنة. ألياف الصوف تصنع من جلد الحيوانات لتحميهم من الحرارة والبرد والشمس والرياح والمطر، وقد عرفت الشعوب منذ القدم إن إذا قام الإنسان باختراع أداة صغيرة تسمى المغزل بواسطة ألياف الصوف، وحولها إلى خيوط من صوف الحيوان، ثم صنع لها نولا ونسج الصوف لتعطيه النسيج الصوفية. شكرا لك يا أمال على هذه المشاركة. معنا أيضا مشاركة. ألو ألو. هلا. مين معنا؟ نور. نور اسمك الثلاثي يا نور؟ نور أسعد مصطفى. نور تفضلي، عندك مشاركة يا نور؟ إيه تفضلي. الصبر، قال الله تعالى إن الله مع الصابرين، سورة البقرة. ذكر ديننا الحنيف العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحدثنا عن الصبر في وقت الشدائد. فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جزاء الصابرين: إن قوما يأتون يوم القيامة يتخللون رقاب الناس حتى يضربوا باب الجنة قبل الحساب، فيقولون لهم: لما تستحقون الدخول إلى الجنة قبل الحساب؟ فيقولون: كنا من الصابرين في الدنيا. ونتج لأهمية الصبر ومساعدة الناس على تحقق أعمالهم. شكرا لك يا نور على هالمشاركة. معنا مشاركة. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. مساء النور. مين معنا؟ فاطمة محمد أحمد. فاطمة محمد أحمد، عندك مشاركة يا فاطمة؟ إيه تفضلي. الصاروخ هو جسم طائر يعمل على مبدأ الاندفاع عن طريق رد الانفجارات تتم في غرفة الاحتراق كما هو مبين في الأسفل. هو مبدأ غير مرتبط بمحيط الصاروخ، أي أن الصاروخ أو الدفع الصاروخي يعمل أيضا في الفضاء الخالي مثل الهواء مثلا حين لا يحتاج احتراق الوقود للهواء. هو يتميز عن القذيفة في أن مرحلة تسارع لدى الصاروخ أطول، ويختلف حجم الصاروخ من صواريخ الألعاب النارية مرورا بالصواريخ العسكرية للصواريخ العملاقة. في الصاروخ زحل خمسة الذي استعمل في استكشاف القمر خلال مشروع أبولو. شكرا. شكرا لك يا فاطمة على المشاركة. معنا أيضا مشاركة. ألو ألو ألو. مين معنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ معك عمر عبد العظيم رشاد. عمر عبد العظيم، من وين تكلمنا يا عمر؟ من دوحة. عندك مشاركة؟ إيه تفضل. معلومات عن الصيام. الصيام شرعا هو الإمساك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشارك معكم؟ أكيد. مين معنا؟ هند جميلة محمد. هند جميلة محمد، عندك مشاركة يا هند؟ إيه بحرف الصاد. تفضلي. صاد صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأفضل الصدقات
في شهر رمضان المبارك. شكرا لك يا هند على هذه المشاركة. معنا مشاركة أحبتي. ألو ألو، مين معنا؟ معاكم ساهم. مين معنا؟ ساهم. ساهم؟ نعم ساهم. اسمك الثلاثي يا ساهم؟ ساهم محمد علي. عندك مشاركة؟ نعم اتفضل يا ساهم. صفاء طفلة يمنية من سمعة ذات الصباح استيقظت من النوم للاستعداد إلى الذهاب لمدرستها. أخبرها والديها بما جرى، صرخت ساقت حزنت، سألت لماذا يا عاطفة الأخوة والأصدقاء والإخاء تقصف صنعاء فيها أطفال أبرياء في صديقتي ساتقة وصالحة وأصالة، منها سوامع تنادي للصلاة، طاعة لصانع السماء، صاروخ أصم لا يعرف إذا سقط من الهواء، لا يعرف الحياة، لا يعرف إلا أنها الصم والضجيج والصراخ. الأمهات والأبناء، أدعو الله لجميع بصداق الدعاء أن يسقي الأهل والإخوة والجيران والأصدقاء صوت العقل، وأن تصفو النفوس تصلح الأحوال، ونفهم نصيحة العقلاء، ونعيش في صفا وهنا. شكرا لك يا ساهم على هالمشاركة. عليكم السلام ورحمة الله. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا؟ عبد الرحمن. أسامة مبارك. عبد الرحمن، من وين تكلمني يا عبد الرحمن؟ من أصوال علي. عندك مشاركة؟ نعم تفضل. الصيف، فصل الصيف من فصول الأربعة، يمتاز برطوبته وحرارته الشديدة، وهو أطول فصول الأربعة، وتثمر فيه الكثير من المحاصيل الزراعية. وفصل الصيف تكون الشمس ساطعة وقوية، ونستفيد منها في الطاقة الشمسية، وأنها تبني العظام، وهي عنصر أساسي من عناصر تفتح الزهرة. لذا يجب علينا أن نحمد الله على هذا الفصل الجميل، ويجب علينا ارتداء ملابس خفيفة في فصل الصيف. عبد الرحمن، أنت تحب فصل الصيف؟ نعم. شكرا لك يا عبد الرحمن على هالمشاركة. معنا أيضا مشاركة. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ أكيد. مين معنا؟ صباح أسعد سليم. صباح أسعد سليم، تفضل يا صباح. عندك مشاركة؟ ايوه تفضلي. عن الصقر، تفضلي. ان الصقر من الحيوانات التي يستخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الشاهين الجبلي والشاهين البحري. شكرا لك يا صباح على هذه المشاركة. معنا مشاركة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، مين معنا؟ معاش عمر عبد العظيم. عمر عبد العظيم، عندك مشاركة يا عمر؟ إيه تفضل. الصوم يغى الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية. فضل الصيام، من فضائل الصيام أن الصيام قد اختصه الله لنفسه، وأنه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب، وأن دعوة الصائم لا ترد، وأن للصائم فرحتين، وأن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وأن خلوص صوم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،
وأن الصوم جنة وحسن حصنين من النار، وأن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وأن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. شكرا لك يا عمر، بس قبل ما تروح يا عمر تختار لي رقم من 1 لـ16. 13. وبعد رقم ثاني؟ و4. شكرا لك يا عمر. فاز معنا رقم 13 ورقم 4 محمد عبد الحليم حسن ولينا مصطفى أسعد. أحبتي الأطفال، انتهينا من حلقة اليوم من برنامج ألف باء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنكون معكم من 12:00 إلى 1:00. تقبلوا تحيات زميلتنا سارة الكثيري من المتابعة وزميلينا محمد سليمان وحمد ناصر من التنفيذ، وتحياتي هدى المالكي. إلى اللقاء. كل حروف الهجاء من